انا بس اتكلمت على الجزئيه دي بما ان الكابتن فاروق جعفر فتحها دلوقتي معايا. معايا الان عبر الهاتف اللي كنت بشيد بيهم منذ لحظات او بدايه كلام النهارده هو الراس، اداره نادي الزمالك اللي وفرت كل هذا الاستقرار والهدوء للفريق. معايا الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثه الفريق في غانا. يا دكتور حسام الف مليون مبروك، وبقيت اقولها لك كتير الايام الاخيره. الله يبارك فيك يا كريم، والحمد لله يا رب تقولها دايما. الحاله حلوه، الفرقه حلوه. كنت لسه بتكلم من شويه انه ده الزمالك، هو نفس الزمالك اللي من كام شهر كنا بنقول اللعيبه دي سيئه، اللعيبه دي لا تصلح، انه اللعيبه دي مستحيل تاخد بطوله او توصل لمرحله كويسه. لما توفر لها الهدوء وتوفر لها الامكانيات قدرت تشتغل بشكل رائع جدا. الحمد لله، طبيعه اي عمل كده لو استقر وركزت فيه وقفلت على المجموعه اللي بتشتغل. يعني لعيبه الزمالك رجاله، ودايما لما يعني بنقعد في الزنقات ديت وفي ونحس ان المواضيع بتضيع مننا، لا لعيبه الزمالك حقيقي بيرجعوا تاني وبيكونوا قد التحدي، وده اللي ثبت في الماتش ده. يعني يمكن الماتش الاولاني في القاهره كان لنا فرص كتيره وكان ممكن نخلص من هناك على طول، ولكن ربنا اراد برضه يكون الموضوع مش سهل كده، عشان برضه الفرحه تكون كبيره والحافز كمان يكون كبير. وده فعلا اللي شفناه النهارده، اداء محترم جدا، كل واحد تغلب على نفسه، فنتجت بقى النتيجه اللي كان ممكن على فكره تزيد كمان عن كده. يعني كان ممكن كمان نطلع كاسبين اكثر من 3-0. الفرقه شفنا دلوقتي المدير الفني جوزيه جوميز، كان كابتن عبد الواحد السيد نشر فيديو وهو يحمس اللاعبين ويتكلم معاهم. حضرتك بصفتك رئيس البعثه قلت ايه للفريق قبل المباراه؟ والله احنا اجتمعنا معاهم امبارح في وجود الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان والدكتور عبد الله جورج سعد، اللي هم كان اعضاء البعثه، واتكلمنا مع اللعيبه في اهميه المباراه دي، في قد ايه الكل منتظر منهم يحققوا النتيجه الايجابيه عشان نتغلب على المباراه دي، نتغلب على دريم الغاني في المباراه دي، وبعد كده نقابل اللي هيوصل للنهائي اللي النهارده شفنا النهارده الكانترين اللي وصلت، عشان في الاخر نحصد البطوله اللي هي غاليه علينا كلنا، اللي هي مهمه علينا كلنا، اللي هو لازم في الاخر ان شاء الله طبعا كل شيء بمشيئه ربنا لازم نكسبها، وان ما فيش حاجه ناقصانه عشان نكسب البطوله دي، وان في تحديات كتيره جدا كلنا بنمر بيها، وكلنا في صف واحد، فالطبيعي ان احنا نجتهد مع بعض كلنا عشان نتغلب على المشاكل اللي احنا موجودين فيها. هو حقيقه الامر برضه يا كريم المهم ان احنا بنشوف ان المدير الفني يعني برغم ان هو ما بقالوش كتير في مصر، ولكن هو ومالوش كتير مع نادي الزمالك، هو شايف المشاكل اللي بيمر بيها النادي، هو عايش القصه معانا، هو عايز يتغلب معانا على المشاكل دي كلها. اللعيبه كانوا نفس الحكايه بالظبط، كنا بنتكلم مع حد يروح ما عندناش اختيار تاني غير ان احنا نكسب. حقيقي لما بنتكلم معاهم لا معنوياتهم عاليه، التحدي عندهم عالي جدا جدا جدا.